حتى نحكي اكثر بتفاصيل علميه ودقيقه بهذا الموضوع راح نستضيف الدكتوره الصيدلانيه نور الخيلاني اخصائيه البشره. شلونك دكتوره؟ مساء الخير عليك. دكتوره نورتي. شكرا جزيلا. احكي لنا بدايه عن الشيخوخه المبكره، كنا نعرف شنو هي الشيخوخه، بس أي. الشيخوخه المبكره هذه منو تصيب وشلون؟ انا دا اشوف مرات من يعني بصراحه اركز بعض البنات هم شابات بعدهم بداية حياتهم بس بشرتهم تحسين مترهلة وأكو خطوط، فهي شنو أسبابها وشون ده تصير؟ أول شيء الشيخوخة اللي شو وقت نعرفها هي بعد سن 45 سنة من تبدي تغييرات الهرمون يصير بالمرأة. احنا خلينا نحكي عن النساء اليوم بعدين نتطرق موضوع الرجال. من تصير تغييرات الهرمونيه بالمراه الاختلاف تؤدي الى نقصان الهيالورونيك اسيد الالاستين الكولاجين اللي موجود بالبشره مالتها. مثل ما كل مره نكرر سر جمال البشره هو ثلاث اشياء، كولاجين هيالورونيك اسيد الالاستين، موجوده بنسب معينه من يوليد الانسان، تتوقف في سن ال 30 بعد سن ال 35 تبدي تنزل تخسرها البشره. اكو حالات خاصه اللي هم بدايه الشباب نقصان الوزن. من يصير نقصان وزن كل شيء مثلا وزنها 70 80 90 ونزلت لل 60 او 58 راح يصير عندي فقدان كل شيء كبير بالهيالورونيك اسيد وبالكولاجين موجود بالبشره. عمليات الرجيم القاسي اللي يسووها اللي هم ما يعتمدون على مواد صحيه او غذائيه او نظام غذائي صحي، هو الفقدان من الاكل بدون توازن بدون فيتامينز بدون مينرالز بدون كربوهيدرات وبروتينات اللي يحتاجها الجسم، ايضا عندي الكولاجين والهيالورونيك اسيد راح ينقص. تكيس المبايض عند البنات بعض الاحيان يسبب لنا مشاكل بالوجه، تصبغات كل شو هوايه، وكذلك خطوط التجاعيد موجوده بالبشره. المنتجات الغلط هاي الخلطات العشبيه والخلطات اللي يسووها اللي ياخذوها من اماكن غير مصرح بها غير معترف بها، اماكن مو مسويها ناس اخصائيين او صيادله او اطباء معروفين. بس هي تعطي مفعول جيد باول فتره، بس بعدين نتيجه التراكمات اللي تصير، السموم عباره عن سموم، يعني انت لا تعرفين هاي الماده شنو ولا تعرفين تراكيزها ولا تعرفين الطريقه اللي صنعت بها، فبالنهايه هي عباره عن سموم تنحط بالبشره تؤدي لي الى شنو؟ تؤدي لي الى تطلع لي تجاعيد وهاي. عدم اهتمام بالبشره، مثلا من غسول المرطبات، تنظيف البشره، ازاله الشعر بطريقه صحيحه مو بالطرق اللي تؤدي البشره، كلها تؤدي الى الخطوط والتجاعيد والشيخوخه تبين بعمر اصغر. نعم. طيب احنا حتى نوصل للحلول من البدايه حتى نقدر يعني نتناقش بالموضوع اكثر، العلاج الموجود او المنتشر للشيخوخه المبكره، هل هناك علاجات للشيخوخه المبكره؟ يعني اذا موجوده شنو هي العلاجات؟ احنا ما نحكي علاج شيخوخه مبكره، احنا نحكي شنو موجود نقص بالبشره. نعم. نرجع لنفس النقطه، كولاجين هيالورونيك اسيد الاستين. كل ابر النضاره هاي جزء موجود منها اليوم اللي جايبيه ويانا تؤدي الى تحفيز الكولاجين. نعم. او زي اللي تراكيز الهيالورونيك اسيد اللي موجوده بالبشره او تحفز الكولاجين الالاستين، الكولاجين الالاستين يجون من الولد متحاضنين، انا دائما هيك اسويها، كل ما كبرنا يتفارقون. فاحنا من نعطيهم هيالورونيك اسيد وفيتامينز وكولاجين حتى نرجعهم يتحاضنوا، من نرجعهم يتحاضنوا ايش راح يصير عندي؟ راح ترجع تنشد البشره، نتخلص من الخطوط الرفيعه والعميقه اللي موجوده. فبالنهايه احنا نرجع شو نقول؟ الكولاجين، الهيالورونيك اسيد، الفيتامينز، البيبتايد هي اللي تؤدي الى شد البشره وتعالج الشيخوخه. كل ما بلشنا بعمر صغير نهتم بالبشره، يعني احنا من سن 30 او 28 يبدي الهيالورونيك اسيد يقل بالنورمال. نعم. اذا ماكو ستريس وامتحانات وقرايه و و و فاحنا بهذا العمر، اذا اكو ودراسه واطفال وولاده بعمر اقل يبدي. فشنو اللي نسوي؟ مثلا نبدي بالسكين كير. نعم. اللي هي الهيالورونيك اسيد، الغسولات الصحيحه، التونرات، المرطبات مال البشره الغنيه بالفيتامينات، على الاقل حتى ما ينزل الليفل مال الهيالورونيك اسيد والكولاجين بسرعه. نعم. زين بس دكتوره وصلنا لهذه النقطه، انا حابه اسالك، اكو مرات نشوف شركات عالميه يشرحون عن الهاليرونيك والسيرام سي وهذه المنتجات كلها كسيرم ما تتخلى بالليل للبشره يطلع لك الوجه قبل وبعد كانما مرأة عمرها 60 صارت 20 سنه، هل هذا الشيء حقيقي؟ لو هذه المنتجات تفيدنا اكثر كحق مباشر وشي كم شيء؟ زين شلون؟ شلون؟ احنا بنبلش بعمر صغير نستخدم الهيالورونيك اسيد والسيرام سي اللي انا يعني اكثر شخص بالدنيا احبهم، هذا راح يحافظ لي على البشره على طراوتها على كميتها الموجوده. كل ذره من الهيالورونيك اسيد كسيرم انا احكي نعم. ما مخبوط باي شيء، تسحب لي الف جزيئه من المي تطبب لي اياها للبشره كل يوم. كل قطره من الهيالورونيك اسيد تحطوها على وجهكم تجيب لكم الف قطره من المي. السيرام سي اذا كان على شكل ملح
ما كان على شكل اسكوربيك اسيد، لانه يعني احنا جو العراق مو زي جو اوروبا. الاسكوربيك اسيد بالعراق ايش راح يسوي لي؟ راح يسوي لي تصبغات، فهي النتيجه عكسيه للسيرم سي اللي هو مضاد للتصبغات. فاولا نختار نوع الهالورونيك اسيد اللي يكون خالي من يعني انه ما مخبوط بشيء ثاني. نختار نعرف شلون موجود نقرأ. بالتركيب السيرم طريقة. السيرم اقوى من الكريم. السيرم لازم يكون مائي مال هالورونيك اسيد، ما يكون زيتي. تمام. المركبات اللي داخله بي احنا عندنا ثلاث انواع من الهيالورونيك اسيد، الهاي مالكرويت، الميديوم واللو. كل ما كان بي ميكس من هاي كل ما كانت النتيجه على البشره اكثر. من نجي من ناحيه ثانيه حقنا الهيالورونيك اسيد راح يعطيني نتائج تعادل مثلا 6 اشهر الى سنه من تطبيق الهيالورونيك اسيد على الوجه، لان يعني هاي الماده امتصاصه على البشره. بس متجين تقولي لي الهيالورونيك اسيد هو مهم، وبنفس الوقت يعني الاوبر هي مهمه. الحقن الاوبر تروح الى طبقات معينه بالبشره تغذيها، تنطيها كفاءه، تنطيني شد، تعزز لي البشره. يجي المنتجات اليوميه والروتين اليومي هو اللي يكمل لي انا سويته حتى ازيد مفعول الابره، ازيد امتصاصه، ابقيه فتره طويله ما احتاج احقن مرات هوايه. يعني مو دائما الاعلان يكون صحيح انه يستخدم بس المنتجات. شوفي علميا ومنطقيا الابزوربشن مال هاي المواد لها ليفل محدد بالبشره. اكو طبقه معينه توصل لامتصاص هاي الماده، مستحيل يعني تدخل الطبقات الداخليه مال البشره. تمام. فهذا لازم نعرفه. طيب ذكرتي كل هذه الشغلات الابار والاعمار وهاي الامور، هم نحكي على اعمارها أعمار. وهم نحكي شنو الفرق مثلا انا اذا عمري فوق ال 35 او اصغر من هذا، هل يفضل انه اني الجا للابر لو للاجهزه مثلا الهايفو والاكسليز؟ اذا تحكي على هذا كل واحد شيء. نعم. الهايفو، المورشيوس 8، هاي أجهزة عالمية. نعم. الأفضل بالعالم، كل النجوم العالم يسوها. شوك نجي الهايفو من يكون عندي عضلات الوجه نازلة بطريقة، أول إجراء نسويه بعد العملية الجراحية لشد البشرة هو الهايفو. ليش؟ راح يشتغل على كل طبقات البشرة ويسحب لي إياها. النتيجة تبين من أول لحظة إلى 6 أسابيع. يعني بس إذا أنا مسوي عملية أقدر أسويها؟ لو لا عادي يعني؟ ما له علاقة، إحنا نشوف نسبة التراهل اللي موجودة. نعم. بالبشرة على أساس نقرر نوع الجهاز نوع الحقن. من نجي نحكي على الأبر اللي هسه موجودة، أبرة أصالة وأبرة أحلام. نعم. طبعاً أبرة أصالة موجودة، أبرة أحلام موجودة، أبرة أصالة الثانية موجودة، وأبرة سرة موجودة وهذا أبرة سرة موجودة. فحرفياً هي أول وحدة بالعراق سرة استخدمت الجورة من حقنا نسميها أبرة سرة. كل تختلف عندي الهيالورونيك اسيد ساره، عندي البولي لاكتيك اسيد. نعم. عندي البي سي ال اللي هي ابره الجوري، ونرجع على الراديوس كالسيوم هيدروكسيل ابيتيت. كل واحد الكالسيوم هيدروكسيل ابيتيت هاي ماده موجوده بعظم الانسان. نعم. تمام. تجي متصنعه بطريقه يصير لها ميكس خاص حسب المشكله اللي عندها البنيه، هل عندها تصبغات، عندها ترهل، عندها شيء، يصير ميكس بين 5 إلى 10 إلى 15 سي سي. هذا الميكس يتوزع على الطبقات، الدكتور يوزعه طبقات معينه من البشره بطريقه حقن معينه، حيعطيني نضاره، شد، اعلى تحفيز الكولاجين طبيعي. يعني هو مو فيلر. نعم. ولا حيعطيني حجم، هو حيحفز لي الكولاجين نفس اللي كان عندي قبل 5 إلى 7 سنوات. من نجي نحكي على الترند الجديد اللي هم يسموها، اريد اوضح شغله كلش مهمه، يسموها الخيوط السائله. هي مو خيوط سائله، هي الماده المتصنعه منها الخيوط. بالنسبة للأوليديا والجوري هي المادة المصنعة منها الخيوط نفسها جتي على سائل أيضا تصير بميكس. هاي أنصح بها الأعمار كلش كبيرة فوق 45 سنة، تعطيني شد كلش عالي. هاي إذا أصغر نستعملها يصير تعطيني شد عالي. بس أنا هسه دا أقول السرعة استعملتها بس هي أصغر من 45. الجوري هاي المادة المصنعة منها الخيوط تنخبط بميكسات معينة ويا أوبر ثانية فحتى تعطيني شد. المشكلة هاي الأوبر ثلاثتهم تحتاج 6 أسابيع حتى تشوفون النتيجة حتى تشتغل، لان هو عمر الخليه بالبشره حتى تولد الكولاجين هي 6 أسابيع. يعني لازم تنتظر يلا تبلش ترجع. بالنسبه للجوري والاوليدي لازم يسوون جلسه ثانيه تبقى النتيجه بين السنه والسنتين. حلو. بالنسبه للكالسيوم تسوي جلسه واحده تبقى بين السنه والسنه ونص ما بينقاش. من نجي على الترند الاحدث بالعالم اللي هو الكولاجين. هاي الاوبرن بايطاليا ميلان صنعوها، الكولاجين البقري الخالي من الانزيمات والمواد الحساسه اللي يرهم لكل البنات لكل الاعمار من 18 سنه ل 50 سنه، مجرد يختلف بعدد الجلسات. الكولاجين نتيجته سريعه تعادل يمكن سنه كامله انت تشربين كولاجين او تبلعين حبوب حتى تحصلين على نتيجه، لان امتصاص الكولاجين بالمعده يطول تحصليها مباشره بعد الجلسه. اماكن الحقن مالته الدكتور اللي يحقنها تكون نقط معينه ما بها الم ما بيها اذيه، طبعا كله بلا الم اذا شغال بالطريقه الصحيح. بس اقوى شيء ينطيني نتيجه اللي يريدون يسووه هو هذا سريعه كولاجين سريعه. يعني النتيجه تحت ال 25 شنو اللي واحد يقدر يستخدمه؟ كل شيء
كل شيء اذا عندنا مشاكل مثلا هذا النوع هذا هم جديد جاي سايتوكير 715 هو هم حصري يسموه سي 75 هذا شنو حلو بيه يرهم لكل الاعمار ويا سؤالك من 18 سنه لل 50 سنه انا سميته الكريسمس جلو لانه ينطي نظاره فوريه مباشره نتيجه على احتواء هالورانك اسيد وبيبتايد وامينو اسيد ومغذيات وفيتامينات فينطيني نتيجه عليه بس هذا شنو يحتاج جلسات هوايه فمن عندي مناسبه مثلا حفله بعد يوم عندي عادي اقدر اجي اني اريد كوست اقل احنا الكوست ترى كلش مهم كوست الاوبر يتراوح بين ال 150 دولار احنا هنا نحكي لل 500 600 دولار سوبر جالبرو هي اوبره احلام اللي يسموها اوبره العروسه نعم اللي تنحقن سبع مناطق بالوجه تنطيني نظاره فوريه هالورانك اسيد اعلى قيمة هالورانك اسيد موجودة بالسوق هي باي الأوبرا. زين احكي لنا شنو هذه النظارة دكتورة؟ هي احكي لنا هي شنو النظارة أولاً؟ هل هي فقط إنه أني وجهي يبين ضوي أو حلو أو أصغر أو شد شنو؟ أصغر شد يقلل المسامات. أحكي شوية بصراحة مثلاً هسه احنا عندنا هاي المنطقة نعم عندك أكو فقدان وزن ميك اب يومية برنامج كاميرا إضاءة يصير عندك مثلا مثل الخطوط اللي هنا صحيح هاي الخطوط معايير التجميل لازم نتخلص من عندها زين الشغلة الثانية هذا الخط لازم ماكو جلد هسه أنا هم يعني أنا صح مسوية كولاجين وهيجي بس مستحقة همل هذا الخط لازم يكون صاعد شوفي سرعة لأنه مواظبة على الكولاجين والجوري ما عندها جلد على مثال حي ما عندها هي ملتزمة ما عندها جلسات ملتزمة بالروتين مالتها ما عندها جلد على العظم مالتها كله صاعد من هنا لهنا فهي الثانية الثالثة العين العين لازم أرجع أشرح على سرعة العين لازم تكون مرفوعة هاي المنطقة ما بيها عندي خسفة أو ما بيها بالنسبة زينة بس أنا هم حقنت بوتوكس اي اكيد هو شيء يكمل شيء مثلا شو الاجراءات اللي اسويها اللي اسويها شو مسوي الوجه فضحتيني مثلا هم نرجع سبب المكياج والشيء والفرشه والبيوتي البلندر شوي صار عندنا مثلا نقدر نقول هنا هيك نزول نعدل نوع من انواع اي نوع من انواع الفيتامينات اللي تعطي شد خفيف من نجي نحكي مثلا على ساره وزينه هي اشياء بسيطه رتوش محتاجيها ما عندكم مشاكل حقيقيه بالبشره ما عندكم ترهلات ليش؟ لأنه ملتزمين بالروتين مثلا سكين كير تنظيف البشره فهي تعتبر مو مشاكل حقيقيه هاي تعتبر مكملات هذا مو تجميل دكتوره انا من دولي شنو احقن؟ السؤال هي عمرها تحت ال 25 تحت الكاميرا ان شاء الله الشيء المهم اللي نحكي عليه هاي مو عمليات تجميليه نعم هاي ولا اجراءات تجميليه هاي ولا فيلر ولا فيلر لانه دائما الناس يقول ايش قد حاطه فيلر انا ما احب الفيلر لان اصلا وجهي كبير فدائما من انزل شيء يقولون ايش قد حاقنا فيلر انا ما احقن فيلر احقن فقط وبر هاي مو تجميل هاي مو اجراءات تجميليه نعتبرها لانه هي ما تتغير بالشكل ولا شيء هاي عباره عن فيتامينات موجوده بجسمك بسبب تقدم العمر بسبب اللود اللي عليك بسبب الستريس بسبب التصوير بسبب الشغل اكو نساء موظفات شغلهم يومي يستر العصر يلا يرجعون صحيح. استهلاك الكولاجين هاليونيك اسيد بالبشره مالتهم يكون عالي نعم. يحتاجون يعوضون الفيتامينات اللي موجوده بالبشره مالتهم بهاي الفيتامينات الطبيعيه صحيح شغله لخ الاسعار شغله العروض والميزات او الاشياء اللي تكون مغشوشه انا بس انصح البنات بليز اي شيء تحطوا بوجهكم لازم تشوفون الباكيت تتاكدون من اسمه تتاكدون من تصنيع مالته الاكسباير ديت مالته مو معناته الشغله رخيصه حتفيدك صدقيني حيدفعون فلوس اكثر من هاي الأوبر صحيح. الأصلية اللي صح. معترفة من الوزارة ومن الرقابة الدوائية اللي موجودة هنا في سبيل عاجل المشاكل اللي سوتها الأوبر الرخيصة أكيد 100% زين يا هي مفعولها أشد أو أكبر كل بنية كل وحدة شكل له كل أوبرة شكل له الجهاز بنية. أفضل شوفي حتى هاي عندي فضول أنا شخصياً هاي أعرف. الأوبرة هاي الأوبرة ممكن تنحقن بخمس طرق مختلفة نعم خمس مشاكل تعتمد على المكس مالتها هاي الأوبرة أكو ناس يحتاجون اثنين منها ويا مكس ثاني اكو ناس يحتاج مثلا يعني مفعولها اقوى من الاجهزه وجلساتها نرجع نقول حسب الحاله حسب الحاله لانه قلت لك هاي الأوبرة ممكن تنحقن بخمس طرق مختلفه الخمس بنات عندهم مشاكل نعم. كذلك كل بنيه لازم تحدد اول شيء الدكتور يحدد شنو المشكله مالتها شنو النوع اللي هي عندها شنو النقص اللي صاير بعض الاحيان يعني اذا كان المركز يشتغل بصوره صحيحه نعم. شفنا مشاكل بالتصبغات او عندنا مشاكل قويه احنا نرجع نسوي تحاليل نعرف انه هل هي تغيرات هرمونيه هل صايره بسبب الحمل هل صار عندها مشاكل بالغده مثلا مقاومه الانسولين بعض الاحيان اللي تصير التصبغات بالرقبه والاندر ارم فلازم كل شيء يتحدد
وراها يكون منه الافضل، فكل بنيه لها ميكس خاص فيها. زين دكتوره بس ادي سؤال اخير قبل ما نختم ويا حضرتك، اكو اغذيه معينه ممكن احنا تفيد بشرتنا ونسوي ادامه للبشره بيها؟ طبعا البروكلي، العدس، الاشياء تحتوي البروتينات. كل ما كانت خضار اكثر كل ما كانت البشره صحيه اكثر، كل ما قللنا الكربوهيدرات والسكر كل ما كانت البشره اكثر شبابا. والمي واكيد لازم نشرب مي احنا أكيد. حتى هاي اي شيء من هذا ننطي ننصح خلال 48 ساعه يصير ياخذون دبل من المي اللي ياخذوه كل يوم. شكرا دكتوره، نورتينا. شكرا جزيلا.